متابعي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، معانا المؤلف مهاب طارق اللي تعاون مع المخرج محمد سامي في تأليف مسلسل جعفر العمدة. مرحب بيك واهلا بيك. اهلا بيك يا سلام. ببارك لك طبعا على جعفر العمدة، وعايز اسالك النهارده قد ايه يوم مهم بالنسبه لك ان انت تحضر توزيع جوائز دراما رمضان، خاصه ان كان التصويت بناء على اراء الجمهور. والله انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، والاحتفال جميل جدا والفايب حلو قوي، واكيد اي حد لما بيعمل اي مسلسل او اي حاجه هو في الاول وفي الاخر بيعمله الجمهور، فده اللي احنا مبسوط جدا ان انا شورت ليستد في المسابقه، ومستني يا رب ان شاء الله نكسب. جعفر العمدة كان مسلسل كان ليه صدى كبير جدا، وكل الناس يعني جت في اخر كام حلقه كده مش عارفه تقوم من قدام المسلسل، فهل زي ما كنا بنسمع ان في تفاصيل اتغيرت وكان في كتابه غيرنا في نهايات الاحداث؟ بصي، هو من المستحيل ان هو يتغير الاحداث في يوم تصوير. هو اللي حصل بس ان كان في مشكله تقنيه في الحلقه 27، علشان كده نزلوا يصوروا يوم، بس التتابع الدرامي يخلي فيه استحاله ان انت تغير بيوم تصوير واحد، لكن هو بس كده مفيش اي تغيير في الاحداث. ازاي اشتغلت على كتابه شخصيات جعفر العمدة، خاصه ان كان فيها مفاجات كتير، وكان اكبر مفاجاه طبعا ايمان العاصي؟ والله هو التحضير الجيد هو اللي بيؤدي للنتيجه اللي احنا شفناها. يعني انا واستاذ محمد ما بيننا كيمستري عاليه جدا، قعدنا نشتغل كل يوم ما بين 12 ل 18 ساعه لمده شهرين ونص، فهو اجتهدنا في الورق وتوفيق ربنا هو اللي وصلنا. في ناس بتسال انه دلوقتي بقى في ظاهره، او مش ظاهره الحقيقه، كنا زمان كان دايما بيبقى في 15 حلقه وبعد كده فتره وقفت ورجعت تاني، هل عشان نوصل ل 30 حلقه زي ما حصل في جعفر العمدة، هل ده بيبقى مرهق في الكتابه، ولا من البدايه بتبقى محدد ان هو هيكفي 30 حلقه؟ لا والله، هو التحضير الجيد هو اللي بيؤدي ده في الاخر، يعني 15 من 30، اهم حاجه بس يبقى المنتج جيد في الاخر. وطبعا احنا عارفين ان هو 30 حلقه، اللي انا قبل ما اكتب جعفر العمدة عارفين ان البطل محمد رمضان، واحنا بنقدم 30 حلقه، ففي الاول حاولنا ان احنا نخلق قماشه تقدر 30 حلقه، والحمد لله ما كانش فيه اي مط، والناس عشان كده الناس اتبسطت لغايه الحلقه 30. مهاب طارق المؤلف الكبير والجميل، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا.